السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لي النهاردة إن شاء الله هتبقى محاضرة فيها جزئين. الجزء الأول هيبقى ريست جوينت، وده إن شاء الله هيبقى سهل. الجزء الثاني هيبقى نيرفس اوف ذا أبر ليمب، والصراحة ده هيبقى بارت طويل شوية، فإن شاء الله هنلخصه. يعني إحنا اتفقنا وقلنا أي جوينت بيقابلنا لازم نعرف التايب اوف ذيس جوينت زي ما قلنا في الالبو. فاحنا بالنسبه لنا في الريست جوينت برضو ده نوعه ساينوفيال جوينت اوف اليبسويد فرايتي. نوعه اليبسويد، اليبسويد يعني الارتكيوليتنج سيرفيس بيضاوي الشكل كده، خلاص. الاسم الثاني ليه اسمه راديو كاربال جوينت. خلي بالك زي ما كنا بنقول في الالبو ان في هيمرو النر وهيمرو راديال ارتكيوليشن، ده اسمه راديو كاربال. خلي بالك القلنا هنا مش انفولفد خالص في الريست جوينت. طبعا بيبقى ايه بيحصل كتير جدا في نوع من الايه من الفراكشر يعني. تمام، العنوان الثاني ايه هي الارتيكولار سيرفيس. ناخد بالنا ادي منظر نهايه الراديوس، وفي حاجه اسمها ارتيكولار ديسك، ده عباره عن كارتليج. ارتيكولار ديسك دي نهايه القلنه، خلاص القلنه مش معانا خالص في الارتيكوليتنج سيرفيس. ومعانا يبقى احنا بروكسيمالي عندنا الانفيرور سيرفيس اوف ذا لوور اند اوف ذا راديوس، وعندنا البروكسيمال رو بتاع الكاربال بون فروم لاترال تو ميديال كده. سكافويد بون دي اول حاجه في الفروم لاترال تو ميديال اللي هي الكاربال بون. سكافويد، ليونيت، ترايكويتريوم بون، بعد كده في بونه ثانيه اسمها بيزي فورم بس ما هياش معانا. فهم 8 بونز طبعا، 4 بروكسيمال 4 ديستال، دول اللي كاربال بون. احنا واخدين البروكسيمال رو اللاترال 3 بونز، تمام. سكافويد، ليونيت، اند ترايكويتريوم. بالمره قال لك طب ما نقول لك على المسميات الثانيه. بعد كده عندنا ديستال رو بقى في ترابيزيوم، ترابيزويد، كابيتيت، هاميت. دايما كان في جمله بقى كده بيحفظوا بيها اللي هي المسميات بتاعت الكاربال بون. سعاد لازم تلعب بوكر، تلعب تخسر كله هزار. الكلمة الأول مش معنى سعاد بقى، مش مشكلة أي حد بحرف السين يعني، ماشي. فسكافويد، ليونيت، ترايكويتروم دول اللي ايه اللي يهموني في الريست جوينت، خلاص. يبقى لغايه دلوقتي قلنا النوع بتاعنا ان احنا ساينوفيال جوينت اوف اليبسويد فرايتي. بعد كده قلنا الارتكيوليتنج سيرفيس او الاسم الثاني ليه اسمه راديو كاربل، وبالتالي من المسمى ده عرفت الارتكيوليتنج سيرفيس. الراديوس فين في الراديوس؟ طبعا اكيد نهايه الراديوس، يبقى الانفيرور سيرفيس اوف ذا لوور اند راديوس. ومعانا البروكسيمال رو من الكاربل بون اللي هي السكافويد واليونيت والترايكويتريوم. نوت بيزي فورم، نوت النا، لان في حاجه اسمها ارتكيولار ديسك فاصله الهيد اوف ذا النا من انها تبقى معانا اصلا في الايه في الجوينت ده. دي الرسمه بقى بس ايه يعني صوره كده لوحدها اهو، ادي نهايه الراديوس وادي الثري كاربال بون وادي الارتيكولار ديسك. هنا يعني بيقول لك ان بص كده على الواحد عامل ايده، حاطط ايده كده، وادي شكل الايه نهايه الراديوس يعني من تحت، وادي الهيد اوف ذا النا. عايز يقول لك يعني ده ايه تقريبا ده المكان بتاع الايه الريست جوينت، وهنا هنبقى عاملين ارتكيوليشن مع البروكسيمال رو اوف ذا كاربال بون. العنوان المهم بعد كده بحكم ان انا ساينوفيال جوينت ده كبسول. زي ما قلنا في الالبو جوينت الكبسول كان مغطي الارتكيوليتنج سيرفيس، وقلت لك ان ده رابطه مبدئيه ما بين العظمات اللي عامله ارتكيوليشن مع بعض اهو. انكلوز ذا جوينت از اتاتشد اباف تو ذا ديستال اند اوف ذا راديوس، والالنا كمان بس الالنا مش معانا، مش معانا في الايه كارتيكوليشن، لكن متغطيه بالكبسول. and below to the proximal row of the carpal bone، خلاص. يبقى ادي شكل الكبسول. تتوقع العنوان الثاني ايه؟ ليجمنت، ان هو هيحصل ثيكننج للكبسول في اماكن معينه ويعمل لنا ليجمنت. طب ايه الليجمنت اللي موجوده؟ عندنا 4 ليجمنت موجوده في الريست، خلاص. بالمر ودور ذا الريديو كاربل من قدامه ومن من ورا، خلاص، من البالمر اسبيك والدورزال اسبيك. بالمر اند دورزال راديو كاربل، وبعد كده عندنا اتنين، واحد النر وواحد ايه راديال كولاترال ليجمنت، خلاص. البالمر راديو كاربل موجود اون ذا بالمر او الانتيريور سيرفيس اوف ذا هاند، وبيعمل نوع من الاستابيليتي اوف ذا جوينت. و الديستال راديو كاربل موجود على الدورزال سيرفيس، وطبعا اي ليجمنت المفروض ان هو يعمل
اي ليجمنت يعمل استابيليتي للجوينت. خلاص ادي البالمر اهو راديو كاربال، وادي الراديال كولاترال ليجمنت، وادي الالنر كولاترال ليجمنت. طيب فين الراديال بقى؟ فين الدورزا راديو كاربال؟ اكيد لما هقلب. ماشي كده يا جماعه؟ يبقى اللي باين قدامي ادي نهايه الراديوس، وهنا المفروض البروكسيمال روف ده كاربال بون، والكبسول حصل له ثيكنينج، عمل بالمر راديو كاربال وعمل راديال كولاترال اهو. ماسك فين بقى الراديال كولاترال؟ خلي بالك هو البالمر راديو كاربال ده هيمسك طبعا من نهايه الراديوس ويروح يمسك في ايه، في البروكسيمال رو، يعني هو ثيكنينج في الفنترال اسبكت. هنا ماسكين في الستايلوت بروسيس بتاع الراديوس الراديال كولاترال خلاص، وماسك فين؟ في الاسكافويد. الالنر كولاترال ماسك من الالنا ورايح ماسك في الترايكويترم اند بيزي فورم بون. خلاص اهو الالنر كولاترال من الستايلوت بروسيس اوف ذا الانا تو ذا ترايكويترم اند ذا بيزي فورم اند بريفنت اكسسيف لاترال جوينت ديسبليسمنت. راديال كولاترال من الراديال ستايلوت بروسيس للسكافويد والترابيزيوم، وبرده بيمنع اكسسيف لاترال ديسبليسمنت اوف ذا جوينت. سهله اعتقد الريست الموفمنت. طبعا هو بحكم ان هو اليبسويد، خلي بالك انت في القلب ما كانش ينفع غير تعمل فليكشن اكستنشن، لا الطبيعه مختلفه شويه في الريست، في وايد فرايتي شويه الموفمنت، الحركه يعني اوسع شويه، عندنا فليكشن واكستنشن وادكشن اند ابدكشن. الفليكشن طبعا العضلات اللي هي معديه على الريست هي اللي هتشتغل عليه، يعني ما تجيبش مثلا تقولي براكيو رادياليس تشتغل، يعني براكيو رادياليس منتهيه تحت عند الريديوس ما عدتش اصلا على الريست جوين. العضلات بقى رايحه منتهيه في الفينجرز بقى، فليكشن الفليكسور كاربي النيرز ورادياليز اختها والسوبرفيشياليز، ها الاكستنشن اكستنسور كاربي رادياليز لونجوس وبريفيس واكستنسور كاربي النيرز. خلاص فانت المفروض الدرس المحاضره دي تتقري بقى بعد ما انت حضرتك تكون ذاكرت محاضره ماسلز اوف ذا فور ار. الادكشن الكاربي النيرز اكستنسور وفليكسور، والابدكشن الكاربي رادياليز اكستنسور وفليكسور ومعاهم الايه الابدكتور بوليشيس لونجوس. تمام كده، ده بالنسبه للريست جوين. طيب فاضل لنا النيرف سبلاي. طبعا الصوره دي الاول اهي بتبين لك الاكشن، ادي برده الفليكشن وادي الاكستنشن وده هايبر اكستنشن، وده ان انت تعمل ادكشن او النر موفمنت، ها وده ابدكشن او راديال موفمنت اوف ذا ريست جوينت، هي نفسها. نيرف سبلاي النيرفات اللي معديه في المنطقه، الانتيرو انتر اوستيوس طبعا برانش بتاع الميديان، والبوستيرو انتر اوستيس او الديب راديال نيرف البرانش فروم ذا راديال نيرف، واحنا عندنا محاضره نيرفس ده الجزء الثاني من المحاضره هيبقى فيه النيرفات دي، وفي كمان برانشز من الالر نيرف، يعني كل النيرفات دي تقريبا معديه على الريست، فبحكم ان هي معديه في المكان تعمل له نيرف سبلاي، بجانب ان هي اصلا بتغذي العضلات اللي شغاله على الريست جوينت. الجزء الثاني في المحاضرة هيبقى عبارة عن nervous of the upper lung، هو هيبقى جزء يعني طويل مليان شوية، بس معلش هنحتمل وان شاء الله هنلخصه وهنبسطه. بداية اول حاجة في النيرفس هي البريكيال بليكسس، ده حل الشفرة من اولها. يعني ايه كلمة بليكسس؟ كلمة بليكسس ده عبارة عن اجتماع عقد ما بين ventral rami لspinal nerves، ماشي كده؟ احنا خلاص درسنا نيورو وعرفنا السباينال كورد في سيجمنت، ومن السيجمنت بتاعت السباينال كورد دي بيبقى عندنا في حاجه اسمها فينترال روت وفي دورز الروت، بعد كده في حاجه اسمها سباينال نيرف ترانك، بعد كده السباينال نيرف ترانك تتقسم تاني لفينترال ريمس اند دورز ريمس، وقلنا اهتمامنا كله بالفينترال ريمس. مجموعه الفينترال ريماي دول بقى بتاعت C5 و6 و7 و8 وثوراسيك 1 اتحدوا قرروا انهم يعملوا اجتماع مع بعضهم ويسموا الاجتماع ده بريكيال بليكسس. خلاص كده، اذا هي عباره عن فينترال ريماي طالعه من سيجمنت السباينال كورد من C5 لT1، والمفروض ان الروتس دي بنسميها بقى الروتس بتاعتها، وهذا الاجتماع هيمر بمراحل. اول حاجه ان احنا جمعنا الروتس دي اللي هي من C5 لT1، مكاننا هيبقى فين؟ هنبقى موجودين في منطقه النك، وهنعدي بمراحل معينه لحد لما
نظهر في الأجزلة، وبعد كده نبتدي نطلع برانشز عشان تغزلنا الارم بقى، ونكمل فور ارم وهاند. خلاص يبقى نقرا كده بسرعه التعريف. يبقى نيرفس لا فينترال ريمال طالعة من السباينال كورد من اللور فور سيرفايكال والفيرست ثوراسيك، مشيت في النك والاجزيلا، وبعد كده تدي برانشز طبعا بقى للارم ويكمل. وعايزين سبلاي للشولدر، في منها ممكن للتشيست اند ارمز. طيب ايه بقى المراحل اللي هذا الاجتماع هيعدي بيه؟ خد بالك بقى، ادي الروتس هما 5 ستيجز. يعني زي ان الاجتماع حصل الاول ان احنا اتقابلنا في منطقة اللي هي في الروت اوف ذا نيك، بعد كده ابتدينا نتفق على شوية حاجات يعني، وبعد كده بدأ يطلع مننا قرارات يعني. خلاص طيب، اول ستيج اللي هي الروت. بعد الستيج الروت في ستيج اسمها ترانك، بعد الترانك ديفيجنز، بعد كده كوردز، بعد كده برانشز. الترانكس عندنا 3 ترانكس، upper وميدل ولور. الترانك هتيجي ازاي؟ اتحاد الروت اللي هي C5 وC6 يعملوا لنا الابر ترانك، C7 لوحدها تكمل وتعمل ميدل ترانك، C8 وT1 الاثنين مع بعض يعملوا لور ترانك. يبقى دي المرحلة الثانية. يبقى الاولى الروت C5 لC1 بتاعت السباينال كورد، بعدين الترانك C5 و6 مع بعض عملوا لنا الابر ترانك، C7 لوحدها عملت ميدل ترانك، بعد كده C8 وT1 عملوا من اللور ترانك. الستيج اللي بعد الترانك ديفيجنز، كل واحده من الترانك دي هتتقسم انتيرور ديفيجن وبوستيرور ديفيجن. ها انتيرور ديفيجن بوستيرور ديفيجن، الانتيرور ترانك نفس الكلام. بوستيرور ديفيجن الاصفر دايما عاملينه ايه بوستير، وانتيرور ديفيجن. حلو كده، ادي المرحله رقم 3. المرحله رقم 4 اللي هي الكورد، وهذه الكورد مكانها في الاجزيلا. خلاص اتحاد الانتيرور ديفيجن، ركز معايا، اوف ذا ابر اند ذا ميدل ترانك جيفز ذا لاترال كورد. تاني كده، اتحاد الانتيرور ديفيجن اوف ذا ابر اند ذا ميدل ترانك جيفز لاترال كورد. اما الانتيرور ديفيجن بتاع الانفيرور ترانك فقط يدي ميديال كورد. البوستيرور ديفيجن بتاع الثلاثه ترانكس، ها البوستيرور ديفيجن اللي هو ده وده وده بتاع الابر والميدل واللور ترانك، البوستيرور ديفيجن اللي هي الاصفر تعمل بوستيرور كورد. تمام كده. بعد كده خلاص احنا اتفقنا دلوقتي ان احنا الانتيرور ديفيجنز دي لما جمعت مع بعضها عملت لنا الكوردز، والبوستيرور ديفيجن بتاع الثلاثه ترانكس عملت لنا البوستيرور كورد، ومرحله الكورد دي انا بقدر اشوفها في الاجزيلا. حلو كده. نيجي بقى كده هنلاقي بعد كده ان كل واحد من الكورد ده بدا يعطي برانشز. يعني مثلا البوستيرور كورد بيدي نيرف مهم جدا اسمه راديال، ونيرف مهم اسمه اكزيلاري. اللاترال كورد بيدينا الماسكولو كوتينيوس اللي احنا اتكلمنا عنه وقلنا ده مسؤول عن الانرفيشن بتاع المسل اوف ذا ارم. الميديال كورد بتدي نيرف مهم قوي اسمه النر نيرف. تمام كده. الميديان بقى، الميديان نيرف اللي هو مهمته انه سبلاي ذا ماسلز اوف ذا فرونت اوف ذا فور ارم، هو وابنه اللي هو الانتيرو انتر اوسيوس طبعا، ليه روت من اللاترال كورد وروت من الميديال كورد. يعني حضرتك انا دلوقتي بفك لك الطلاسم بتاعه الرسمه دي اللي فيها بتقول لك ان البريكال بلكسس بتعدي بخمسه ستيجز. الخمسه ستيجز دول ابتدوا بالروتس، بعد كده الترانكس، بعد كده الديفيجنز، بعد كده الكورد، والمرحله دي انت بتشوفها في الاجزيلا. كل ده فوقيها بقى، فوق الاجزيلا يعني في الروت اوف ذا نيك. بعد كده مرحله البرانشز اللي انت لقيت فيه نيرف اسمه اكزيلاري، ونيرف اسمه راديال، ونيرف اسمه ميديان. هما جم من فين؟ جم من البريكال بلكسس اللي هي ابتدت بمرحله الروتس. تمام كده. طيب انا يعني هنقول وهنعيد كذا مره لحد ما حضرتك خلاص تبقى سهله بالنسبه لك. ها تاني، ادي الروتس اهي، الروتس اللي هي طلعنا من الفنترال ريموس بتاعه السيجمنت بتاعه السباينال كورد من C5 لحد T1. ادي اول مرحله. بعد كده
لقينا مرحلة الترنك اللي هي C5 و6 مع بعض عملوا upper trunk، C7 عملت middle trunk، C8 وT1 عملت lower trunk. المرحلة التالتة ها هتبقى division. اهي كل trunk gives anterior and posterior division، اهو anterior division و posterior division. والقصة دي حصلت فين؟ بتبقى behind the middle third of the clavicle. خد بالك انت يعني لسه ماشي من منطقة النك كده داخل على upper limb، لسه ما وصلتش للأكزيلا. هتوصل للأكزيلا امتى بقى؟ في المرحلة الجاية اللي هي الكورد. اهي اللي حصل هنا ان احنا جبنا البوستيرو كورد بتاعت جبنا البوستيرو ديفيجن بتاع الثلاثه ترانك، this is the upper ودي الميدل ودي اللور ترانك. جبنا البوستيرو ديفيجن الثلاثه ورحموا عملوا يونيون مع بعض وعملوا لك البوستيرو كورد. تمام كده. الانتيرور ديفيجن بتاع اللور ترانك عمل الميديال كورد، يبقى لك الانتيرور ديفيجن بتاعه الابر والميدل ترانك هي اللي تعمل لاترال كورد. يبقى هنا تاني ملخص للبريكيال بليكسس اتكونت ازاي. ستيج روتس، بعد كده ترانك، بعد الترانك عملنا ديفيجنز، بعد الديفيجنز عمل يونيون مع بعض. الانتيرور ديفيجن بتاعت الابر والميدل ترانك عملت لك اللاترال كورد. يبقى انا مسألك هي الروتس المكونه لللاترال كورد، ومراجع كده 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 تلاقي سي 5 6 7 صح. طيب الميديال كورد جت ازاي؟ جت من الانتيرور ديفيجن بتاع اللور ترانك، يعني انهي روتس؟ سي 8 وتي 1. ها طيب البوستيرور كورد جايه من البوستيرور ديفيجن بتاع كله، وبالتالي نيجي مثلا نلاقي ريديال نيرف اقول لك هي الروتس بتاعته ايه؟ سي 5 و6 و7 و8 وتي 1، لانه طالع من البوستيرور كورد. يعني يا رب تكون الامور بقت اسهل. انا في الامتحان نسيت خالص القصه بتاع البريكال بلكسس ومش فاكر، اقوم افتكر منظر الشجره دي ليها الروتس اللي احنا طلعنا من السباينال كورد، بعد كده مرحله الترانك لما حصل يونيون ما بين مجموعه من الروتس مع بعضها، بعد كده بدات الترانك الابر والميدل واللور يعملوا من الديفيجن، بعد الديفيجنز بدا اليونيون ما بين الانتيرور ديفيجن او البوستيرور ديفيجن عشان اكون الكوردز الموجوده في الاكزيلا، بعد كده الكوردز بدات تدي البرانشز. عايزه بقى اتكلم على موضوع البرانشز بالنسبه للبريكال بليكسس. خد بالك هو هنا تاني مراجع لك اهوت، ادي الروتس، بعد كده هنقولكش هنعيدها يعني لحد ما نحفظ. ادي الروتس، بعد كده عملنا قلنا الترنك، بعد كده الديفيجنز، بعد كده الكورد، وبعد كده طبعا البرانشز. طيب هي البرانشز بتاعت البريكيال بليكسس، قال لك في برانش طالعه من الروتس، في برانش طالعه من الابر ترانك فقط يعني الميدل واللور ترانك، بعد كده يعني الميدل واللور ترانك ما بتديش برانشز، الابر ترانك بس، بعد كده الثلاثه كوردز بقى اللي هم اللاترال والميديال والبوستيرور بيدي برانشات مهمه جدا، ودي بالنسبه لي مهمه. خلاص طيب نحفظهم مع بعض كده بسهوله. الروتس بتدي عندنا في اتنين برانشز فقط، من سي 5 طالع نيرف بس اللي هو النيرف تورومبويدوس او الاسم التاني ليه دورزال سكابولر. خلي بالك من مسميات النيرفز كل واحد بيبقى في نيرفات بيبقى ليها اسم تاني عشان ما تتلخبطش وتتخيل ان النيرف تورومبويدوس ده مختلف عن الدورزال سكابولر نيرف، لا هو نفسه. طيب السي 5 و6 و7 الروتس دي سي 5 و6 و7 برضو بتدينا اللونج ثراستيك نيرف او نيرف تو سيريتس انتيرور، صح؟ اللي هو لو حصل فيه انجري يحصل وينجنج للسكابيولا. تمام؟ يبقى الروتس مش مفيش عندنا غير ان سي 5 تدي دورزال سكابيولر او سي 5 و6 و7 يدوا لونج ثراستيك نيرف. طيب بالنسبه للترنك، الابر ترنك فقط هي اللي بتعطي برانش، سهلين قوي 2 اس بص كده، نيرف تو سبكليفيوس اند سوبرا سكابيولر نيرف. سوبرا سكابيولر اللي كان بيغذي مين؟ سوبرا سباينيتس اند انفرا سباينيتس ماسل. تمام؟ يبقى دول جايين من فين؟ جايين بس من الابر ترانك. بعد السلايد دي هنلاقي فيه صوره موضحه لنا الايه البرانشز اكتر من كده. تمام؟ يبقى ايه اللي انا قلته لغايه دلوقتي؟ قلت الروتس ادت ايه؟ سي 5 فقط ادى دورسال سكابيولر، وسي 5 و6 و7 الروتس دي مع بعضها ادت لنا لونج ثراسيك نيرف. تمام؟ الترانك مفيش برانشز غير من الابر ترانك بس،
عندنا 2S نيرف تو سب كليفيوس اند سوبرا سكابولار نيرف. انت طبعا عارف الابر ترانك اللي هي C5 او C6 يعني. ماشي. طيب بالنسبه للكوردز بقى عندك كام كورد؟ قلنا 3. والمرحله دي بلاقيها فين؟ طيب الترانكس بقى الكوردز مطلعه ايه؟ خلي بالك انت عندك 3 لاترال وميديال وبوستيرور، كل واحده ليها برانشات مهمه جدا الحقيقه. يعني مثلا اول حاجه اللاترال كورد مطلعه لك 3 نيرفات مهمين، لاترال بيكتورال نيرف، ماسكلو كوتينيوس نيرف، لاترال روت وميديال نيرف. حلو كده. هم عاملين ايه؟ 2 ال وواحده ام، يعني ايه شفره يعني لو انت ايه وانت بتذاكر بقى. lateral pectoral lateral root to the median nerve and musculocutaneous. طيب خلاص انت خدت lateral pectoral بي سبلاي pectoral is major muscle، واخدت musculocutaneous nerve supplying the muscles of the front of the arm. طيب الميديال كورد ايه البرانشات اللي هتديها؟ بتدي برانشات مهمه جدا، النر نيرف ده مهم، بعد كده مجموعه امات كده 4 ام بقى، ميديال pectoral نيرف، ميديال روت اوف ذا ميديان نيرف. احنا دايما الميديان ده بنبقى مميزينه كده على الكاديفر ان هو طالع بشكل ام، شكل ام ده ان هو واخد روت من الميديال كورد وواخد روت من اللاترال كورد، بعد كده يطلع نلاقي فيه شكل ام كده في الايه في واحنا في الاجزيلا بنتفرج على البريكيال بلكسس. بعد كده ميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا ارم، اتنين اخوات اهو، وميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا فور ارم، تمام. وايه والالنر قلنا عليه، فاعمل لها شفره 4 ام ويو. ماشي، يو اللي هو الالنر. طيب البوستيرو كورد مهمين جدا بقى نيرفين دول، ريديال واكزيلاري طبعا ما ينفعش يتنسيوا خالص، ريديال واكزيلاري. وعندك ابر ولور سب سكابولار نيرف، ابر ولور سب سكابولار نيرف دول بنشوفهم كده ماسكين في السب سكابولاريز ماسل. ثوراكو دورزال نيرف، ثوراكو دورزال نيرف اور نيرف تو لاتيسمس دورساي، مجمعها في كلمة ألتر أو كلمة ألنر على حسب أنت هتقول ثوراكو دورزال يعني ولا هتقول نيرف تو لاتيسموس. أهو أبر سبسكابلر اليو، لور سبسكابلر الإل، ثوراكو دورزال عاملها تي، والراديال آر، والأكزيلاري إيه. لو إحنا بنجمع كلمة ثوراكو دورزال دي، لو إحنا بنقول عليه نيرف تو لاتيسموس دورزاي نيرف بقى، فكلمة حرف التي ده هنعمله إن تبقى كلمة ألنر، فأنت بس ما تتلخبطش في كلمة ألنر اللي هي الشفرة اللي بتحفظ بيها برانشات البوستيرو كورد، والالنر نيرف نفسه اللي هو طالع من الميديال كورد اوف ذا بريكيال بلكسس. تمام، رسمه ثانيه لنفس الكلام عشان برضو نثبت الكلام. ها خد بالك، ادي الستيج الاولانيه الروتس، حفظنا سي 5 لحد تي 1، في يا جماعه برانش طالعه من الروت، ايوه في 2 دورزال سكابولار نيرف اهو طالع من سي 5، وفي بقى سي 5 وسي 6 وسي 7 عملوا لنا لونج ثراسيك نيرف اور نيرف تو سيريتاس انتيريور. حلو، دخلنا بعد كده على الترانكس، لقينا ان سي 5 و6 عملوا ابر ترانك. يا ترى الترانكس بتدي؟ ما فيش غير الابر ترانك اللي بتدي، وبتدينا 2 بحرف الاس، سوبر سكابولار نيرف اند نيرف تو سب كليفيوس. طيب بعد كده الديفيجن، ادي انتيريور وادي بوستيريور، نفس الكلام الميدل ترانك انتيرور وبوستيرور، والانفيرور ترانك انتيرور وبوستيرور. احنا التلاتة بوستيرور دول مجمعينهم عملنا البوستيرور كورد اللي ادت واحد من النيرفات المهمة الراديال، بس مش لوحده طبعا، مدي كمان اكزيلاري اهو، ومدي ابر ولور سبسكابيولر، ومدي ثوراكو دورزال نيرف اور نيرف تو لاتيسموس دورسال، كل دول من البوستيرور كورد. طيب تمام، اللاترال كورد بقى طلعت ايه؟ طلعت ماسكلو كوتينيوس، وطلعت lateral root of median، وطلعت lateral pectoral nerve. تمام، طب الميديال كورد طلع نيرف مهم اسمه النر، مطلع لنا ميديال بيكتورال، مطلع لنا اتنين اخوات، ميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا ارم اند ميديال كوتينيوس نيرف اوف ذا فور ارم، صح كده. ومعانا طبعا مين؟ الميديان روت بتاع الميديان نيرف. اعتقد الامور كده بقت اسهل، رسمه قدامنا نقدر نذاكر البريكيال بلكسس دي، لو هي كام صفحة مثلا عندنا في الكتاب نقدر نذاكرها من رسمة واحدة، سواء الرسمة دي او السلايد اللي فاتت. تحط الستيجز وتبدأ برسمة كده بايديك تطلع البرانشات ايه، وانت تلقائي هتلاقي نفسك يعني عارف مثلا اللي هو الابر ترانك بقى جت باتحاد ايه وايه، او ايه الروتس اللي مكونة ليها. تمام.
تمام كده؟ طيب عندنا فيو كده مطلع لنا بيبين لنا البرانشز برضو بتاعه البوستيريور كورد اهي. خد بالك دي اهي البريكال بليكسس برضو، المرحله اللي احنا فيها في الاجزله قلنا هي الكوردز اوف ذا بريكال بليكسس. بعد كده دي برانشز البوستيريور كورد، ادي السب سكابولار اهو، ادي واحد وادي الثاني ابر ولور، بقول لك بنسلكهم كده من السب سكابولاريز ماسل خلاص، والاثنين كبار اكزيلاري وريديال، وبعد كده النيرف اللي هو تولاتيسمس دورساي او ثوراكو دورزال نيرف. تمام. طيب احنا هنعمل ايه بعد كده بقى؟ هنمسك بقى النيرفات الكبيره المهمه، هنتكلم عن كل واحد نشورت كده بسرعه ماشي ازاي، هيغذي ايه، لو في ماسكولار وسنسوري يعني هدي حاجات موتور وحاجات سنسوري، ولو حصل ليجن خلاص نشورت كده. بس لو سمحت المحاضره دي تتذاكر بعد ما تكون ذاكرت الماسلز بتاعت الفور ارم والهاند خلاص، عشان لما اقول لك مثلا ده احنا في عضله اسمها مثلا فليكسور كاربي النارز ولا رادياليز، اما اقول لك في عضله اسمها مجموعه عضلات اسمهم ثينر او هايبوثينر، ما ده معتمد ان انت اصلا تكون سمعت وذاكرت محاضره الهاند. تمام كده. طيب نبدا بالماسكولوكوتينيوس نيرف. ها ده جاي من فين يا جماعه؟ جاي من اللاترال كورد بتاعت البريكال بلكسس. حلو، انت هترجع بقى للرسمه بتاع اللاترال كورد وتشوف الروتس كده، مش هتستغرب لما تلاقي ان في سي 5 و6 يعني موجودين ماشي خلاص كده من اللاترال كورد. طيب البيرس ده كوراكو براكيالز ماسل، انت خلاص عارف اصلا ان النيرف ده ماشي في الفرونت بتاع الارم ومهمته انه يغذي العضلات بتاعه الفرونت اوف ذا ارم، التلات عضلات اللي هم بص بي بي سي بايسبس براكيالز اند كوراكو براكيالز ماسل. طب وبعدين بعد ما يغذيهم مش مهمته كده خلصت؟ قال لك لا، انا ممكن اخدم الفور ارم وامشي ويبقى اسمي اللاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا فور ارم. في الحاله دي بقى انا غذي لك اللاترال اسبكت بتاعت الفور ارم، ادي كوتينيوس انرفيشن خلاص. يبقى الماسكولوكوتينيوس بعد ما بيطلع من اللاترال كورد ويمشي ان ريليشن للكوراكو براكيالز، على فكره هو بيدي للماسلز اوف ذا ارم مور ذان وان برانش، يعني ممكن تروح للبايسبس كده تلاقي كذا برانش ماسكين فيها من الماسكولوكوتينيوس. طب انت هتجيبه ازاي؟ انت اصلا هتطلعه من اللاترال كورد بتاع البريكيال بلكسس خلاص، تلاقي البراكيالز شابك فيها كذا برانش من الماسكولوكوتينيوس خلاص. اذا اي نيرف تلاقيه كده ماسك في العضلات طالما ماسك فيها خلاص يبقى هو ده النيرف اللي بيغذيها خلاص. ليه؟ لان انت هتشوف مثلا الميديان معدي والالنر معديين بس مالهمش دعوه، مالهمش دعوه، ما يدوش حاجه هنا في الفرونت، واخدين بالنا؟ تمام. يبقى هو خدمنا في الارم ان هو غذى العضلات، والحقيقه يعني هو راجل كريم يعني، فكمل في الفور ارم وبس غير اسمه بقى اسمه لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا فور ارم عشان يغذي اللاترال اسبكت اوف ذا سكن اوف ذا فور ارم، ويبقى كده سنسوري برانش. يبقى برانشاته خلاص قلنا الماسكولار البي بي سي، وقلنا مش بي بي سي قناه يعني الكوتينيوس خلاص لاترال كوتينيوس نيرف اوف ذا فور ارم وارتيكولار برانش تو ذا البو جوينت. راجع القلبه كده هتلاقينا جبنا سيره ايه الماسكولوكوتينيوس نيرف. طيب انا عايز اسالك سؤال، سي ان حصل ليجن لللاترال للماسكولوكوتينيوس نيرف، يعني بقى في ووند حصل ونشن على الماسكولوكوتينيوس، هتتوقع ايه؟ طبعا هيبقى في ماسكولار ليجن ماسل افكشن، وهيبقى في كوتينيوس افكشن. طبعا كوتينيوس هيبقى فيه لوس في السنسيشن في اللاترال اسبكت بتاعت الفور ارم صح كده. طيب الماسكولار انت عندك البراكيالز والبايسبس والكوراكو براكيالز، يعني المين فليكسورز البراكيالز والبايسبس حصل فيهم مشكله للقلبو صح، يبقى عنده مشكله في الفليكشن بتاع القلبو. بس خلي بالك البراكيالز في جزء منها بيجي لها من الريديال نيرف، الى حد ما الجزء ده يقدر الى حد ما شويه يعمل فليكشن، بس طبعا هيبقى افكتد يعني الفليكشن بتاع القلبو مش هيبقى زي ما يكون الماسكولوكوتينيوس نيرف انتكت. اوكي طبعا قصه الليجن الماسكولوكوتينيوس دي مش تهمني قوي يعني زي البيج نيرفز طبعا المحترمين اللي احنا هنتكلم عليهم دلوقتي. همسك بقى نيرف زي الاكزيلاري نيرف، اي نيرف زي ما بقول لك كده من اول لما هتكلم بقى هتبقى عارف اولا هو طالع منين من انهي كورد، بسرعه كده الباث واي بتاعه كان ازاي، وهيغذي ايه، ولو حصل فيه ليجن.
الاكزيلاري نيرف خلاص قلنا ده نيرف محترم طالع من البستيريور كورد بتاعه البريكيال بليكسس. المفروض ان هو بيغذي عضلتين، الديلتويد ماسل عضله بتاعه الكتف، وتيريز ماينور ماسل، وبيدي كوتينيوس برانش عشان يغذي المنطقه اللي هي السكين اوفرلاينج ده ديلتويد. خلاص كده. وفي برانش كمان منه سنسوري برانش بيغذي ال upper part of the lateral surface of the arm. خلي بالك محاضرة النهاردة إلى حد ما بتغطي بعض الحاجات زي الكوتينيوس انرفيشن مثلا في الارم أو في الفور ارم. خلاص كده. يبقى تاني، يبقى الأكزيلري طالع من البوستيريور كورد اوف بريكال بليكسس، الموتور سبلاي بتاعه عضلتين الدلتويد انتيريز ماينور ماسل، بيغذي السكين اوفر ذا دلتويد، وكمان بياخد حوالي 5 سنتيمتر below the tip of the acromion اللي هو بنقول ان هو بيغذي ال upper part of the lateral surface of the arm، لانه بيدي برانش بنسميه lateral upper lateral cutaneous nerve of the arm، upper lateral cutaneous nerve of the arm. هنا اهو نفس الكلام تقريبا، عندك ادي الديلتويد ماسل اهي، وادي هنا في الصوره دي الاكسيلاري نيرف وطالع من البوستيريور كورد اوف ذا بريكال بليكسس، ادي البوستيريور كورد. المفروض ان المنطقه هنا قلنا الديلتويد، هيغذي الديلتويد وكمان هيغذي ال تيريز ماينور ماسل، وهيدي كوتينيوس برانش عشان يغذي السكين اوفرلاينج ذا ديلتويد اند ذا upper lateral part of the arm ببرانش اسمه upper lateral cutaneous nerve of the arm. تمام كده. طيب احنا قلنا ان الدلتويد بتعمل abduction للارم من 15 ل 90 درجة، يعني الشخص ده يقدر يبدأ الابدكشن عادي من 0 ل 15 باي supraspinatus، وبعد كده من 15 ل 90 بالدلتويد. طيب سي ان احنا حصل انجري في الاكسيلاري نيرف فالدلتويد بقى فيها مشكله، فالعيان ده يقدر ان هو ينيشيت الابدكشن بس ما يقدرش يكمل. هنا مثلا بيعمل تيست للابدكشن، هو مثلا رفع ايده شويه اهو، وبعدين هنا الدكتور عامل زي ريزيستنس، فلما تيجي تعمل اكزامينشن لعضله بص حط زي ايده كده فوق كتفه كانها ريزيستنس، وهو يحاول بقى يزق ايديه، يبقى في الحاله دي العضله انتكت لو عرف يكمل الابدكشن، بس هو لو عنده انجري في الاكزيلاري الدلتويد افكتد، فبالتالي من 15 ل 90 ما يقدرش يعمل ابدكشن، لكن يقدر يبداه من بدايه ما ان كتفه هنا ريليتد للبادي بتاعه، هيبدا الابدكشن عادي جدا بالسوبراسباينيتس لان هي انتكت. يبقى دلوقتي لما اسالك لما عيان يحصل له انجري في الاكزيلاري نيرف ايه اللي هيحصل؟ هتقول لي ان في سنسوري لوس وهيبقى في موتور لوس، صح كده؟ السنسوري لوس اللي هو في الابر لاترال بارت اوف ذا ارم والسكين اوفرلاينج ذا دلتويد، والموتور لوس ان هو في مشكله عنده في الدلتويد ماسل، فهيبقى عنده مشكله في الابدكشن من 15 ل 90 although the patient can initiate، خلاص هو يقدر يعمل initiation عادي جدا بالسوبراسباينيتس but it cannot be maintained، وبالتالي بنقول ان الديفورميتي ان هو يبقى عنده ويستنج هنا في منطقه الايه، بص كده ده مش الشكل الطبيعي ابدا للشولدر بتاعنا، احنا عارفين ان عندنا rounded contour في الشولدر thanks to the deltoid muscle، فخلاص بدا يحصل لها ويستنج، بدات تضعف، بدا يحصل لها زي اتروفي نتيجه injury في الاكزيلاري نيرف. النيرف اللي بعد كده واللي ليه اهميه كبيره برضو بالنسبه لنا بعد ما اتكلمنا على الاكسلري نيرف، النر نيرف. طيب هسالك سؤال، اول حاجه النر نيرف ده طالع من فين؟ طبعا طالع من الميديال كورد بتاعه البريكال بلكسس. خلاص. طيب يعني تقدر تعرف الروتس؟ سي 8 وتي 1 وفي شويه كوميونيكيشن من سي 7. خلاص. طيب النر ده هيمشي ازاي؟ خد بالك كده، هو هيطلع من الميديال كورد ملوش دعوه باي حاجه في الارم، هو ماشي على البوستروميديال اسبكت بتاعه الهيوميروس، ماشي يعني على الميديال سايد بتاع الارم، وهيسيبنا ويعدي روح الفور ارم باي باسنج بيهايند ذا ميديال ايبيكوندايل. هو الالنر نيرف ده لما حضرتك بتتخبط في كوعك بتحس بكهربا كده، ليه بقى؟ لان هو معدي بيهايند ذا ميديال ايبيكوندايل اوف ذا هيوميروس. تمام كده.
يبقى تاني طلع من الميديال كورد اوف ذا بريكيال بلكسس، مشي على البوسترو ميديال اسب بتاعت الهيومرس، بعد كده هيدخل الفور ارم باي اند ليف ذا ارم باي باسنج بيهايند ذا ميديال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس. بص بقى كده شكل الميديال الالنر نيرف وهو بيهايند الميديال ايبيكوندايل اهو. احنا كده على فكره بوستيرو فيو، عرفنا منين البوستيرو فيو؟ واضح ان دي الاوليكرين والفص طبعا. وادي الالنا الاوليكرين بتاع الالنا، وواضح ان ده الميديال ايبيكوندايل اهو من الباك، ما هو يعني لازم يبقى ده بوستيرو فيو لان انا شايف النيرف كويس خلاص، فهو ماشي ان ريليشن للميديال ايبيكوندايل تمام. يبقى ده كده من البوستيرور اسبكت اهو ماشي في الباك بتاع الميديال ايبيكوندايل. هنا واضحه اكتر بقى اهو ان ده الباك بتاع الالنا خلاص. فهو معدي ساب الارم خالص ودخل الفور ارم باي باسنج بيهايند ذا ميديال ايبيكوندايل، وهيمشي طبعا ان ريليشن للعضله اللي هي قريبته ومن العيله بتاعته اللي هي الفليكسور كاربي النيرز ماسل، ده حتى هيغذيها تمام كده. فهيقوم داخل الفور ارم بعد ما يعدي في الميديال ايبيكوندايل بيهايند ذا ميديال ايبيكوندايل اوف ذا هيومرس، هيمشي بتوين ذا تو هيد اوف ذا فليكسور كاربي النيرز، ويمشي في الفور ارم ميديال تو ذا النر ارتري تبع الايه العيله بتاعتنا برضو اللي هي عائله الالنر يعني. اخدين بالنا؟ ده ملخص اللي احنا قلناه، ان هو دخل الانتيرو كومبارتمنت بتاع الفور ارم باي باسنج بتوين ذا تو هيدز اوف ذا فليكتور كاربي النيرز، بعد كده انه هيبتدي ان هو يغذي الفليكسور كاربي النيرز ونص الفليكسور ديجيتورام بروفاندس الميديال هاف بتاعها، ومش هيدي اي حد تاني خالص في الفور ارم، لان المهمه دي هي مهمه الميديان وابنه اللي هو الانتيرور انتر اوسيوس نيرف خلاص. فهو عارف ان الميديان موجود، فهو بيحترمه وبيحترم الدور بتاعه، فهو عمل ايه؟ دخل ان ريليشن للفليكسور كاربي النيرز فغذاها وقال له يا ميديان هساعدك ان انا هاخد بس نص الفليكسور ديجيتورام بروفاندس، طبعا منين؟ بيساعد الانتيرو انتر اوسيوس نيرف تمام كده. بيدي بقى برانشين، احنا عرفنا خلاص ان هو دخل الفور ار، هيدي تو برانشز سنسوري، واحد اسمه بالمر كوتينيوس برانش، واحد اسمه دورزال كوتينيوس برانش، بيبقوا باينين جدا لما بنمسك الالنر نيرف كده بنلاقي فيه برانش ظاهر طالع منه ماشي معاه كده اللي هو البالمر كوتينيوس برانش خلاص. البالمر كوتينيوس ده مهمته ان هو عايز يغذي الميديوال وان ثيرد اوف ذا سكن اوف ذا بالم اوف ذا هاند، واخدين بالنا؟ هنشوف لها صوره دلوقتي. الدورزال كوتينيوس هيطلع من الالنر ويبقى مهمته ان هو يغذي لك الدورزم اوف ذا هاند اللي هو الميديال وان ثيرد اوف ذا دورزم اوف ذا هاند، وكمان الميديال وان اند هاف فينجر يعني الليتل فينجر والرينج فينجر نصه ماشي بجانب الايه الميديال وان ثيرد اوف ذا دورزم اوف ذا هاند. نشوف لها صوره كده. بص كده ده البالمر كوتينيوس اللي هو مهمته يغذي لك المنطقه دي بس اللي هي ايه الميديال وان ثيرد اوف ذا بالم اوف ذا هاند. هو الالنر نفسه بقى بيرجع يدي ديجيتال برانش تاني يغذي لك الميديال وان اند هاف فينجر تمام كده. هنا ده الدورزال كوتينيوس غذى الاثنين مع بعض بالمره كده، غذى الدورزم ميديال وان ثيرد اوف ذا دورزم اوف ذا هاند، وميديال هو نفسه برضو الدورزال كوتينيوس غذى الميديال وان اند هاف فينجرز فروم اتس دورزال اسبيكت خلاص كده تمام. اما البالمر كوتينيوس خد لنا بس الميديال وان ثيرد اوف ذا بالم اوف ذا هاند، امال الفينجرز من الميديال اسبيكت بتاعها اللي هو الميديال البالمر اسبيكت بتاعتها الميديال وان اند هاف فينجر، ده برانش تاني كان طالع من الالنر بيسموه بالمر ديجيتال برانش خلاص كده يا شباب تمام. خلي بالك بقى، انا قلت لك وانت بتذاكر المحاضره دي تبقى اوريدي سمعت المحاضره اللي فاتت بتاعه المسلز اوف ذا فور ارم اند ذا هاند عشان ما تستغربش اسماء العضلات. احنا قلنا ان هو في الارم ملوش دعوه باي حاجه، مش هيدي اي ماسلز، هيدخل على الفور ارم هيحترم عيلته فهيغذي بس الفليكسور كاربي النيرز ماسل ونص الفليكسور ديجيتورام بروفاندس اللي رايحه للايه للميديال تو فينجرز، طبعا هي ليها اربعه ديجيتس صح كده، اللي رايح للرينج وللليتل فينجر. بيحترم طبعا خصوصيات الانتيرور انتر اوسيوس نيرف ان هو بيغذي بقيه العضلات بتاعه الفور ارم يعني. بيغذي مجموعة الهايبوثينر ماسلز وبيغذي الادكتور بوليشز والفليكسور بوليشز بريفس.
في الفينجر بيغذلنا كل الانتر اوسياي ماسل سواء بالمر او دورزل، وبيغذي الميديال تو لومباريكلز اللي هي 3 و4. تمام كده؟ خلاص قلنا مجموعة الهايبوثينر الديجيتي مينيمي خلاص دي بيغذيهم، مجموعة الايه الديجيتي ميني ماسلز اللي هي بقى الابداكتور والاوبوننز والفليكسور ديجيتي مينيمي اللي هي مجموعة الهايبوثينر يعني عامة. خلاص كده؟ احنا كان في مجموعة اسمها الثينر، الثينر دي مهمة مين؟ الميديان نيرف، ملناش دعوة بالالنر نيرف في مجموعة الثينر، بس بياخد بس اللي هي الابداكتور بوليشز صح كده؟ والفليكسور بوليشز بريفيس ممكن. خلاص؟ يبقى بناء على الكلام اللي قلناه في الالنر نيرف اقدر اسألك لو حصل انجري في الالنر نيرف تتوقع ايه اللي هيحصل؟ قال لك ان الانجري في الالنر نيرف ممكن يبقى يحصل اباف ذا البو، ممكن يحصل اباف ذا ريست. خلاص هيبقى فيه موتور افكشن وهيبقى فيه سنسوري افكشن، اكيد انت متوقع الموتور الكاربي النارز ونص الفليكسور ديجيتورم بروفاندس هيبقوا افكتد، بس يعني الفليكشن بتاع الريست مش هيبوظ لان انت عندك ما شاء الله كميه عضلات تانية متغذيه بالميديان وابنه الانتيرو انتر اوسياس شغاله صح كده. الحاجة التانية ان انت عندك sensory affection، هيبقى عندك البالمر والدورزال كوتينيوس نيرف طبعا هيتأثروا، وطبعا العضلات الكتيرة اللي بتتغذى في الهاند هتبقى affected. طبعا مجموعة الهايبوثينر ماسلز، مجموعة اللامبريكلز اللي هم الميديال تو لامبريكلز، والماسل اللي هي الانتر اوسياي البالمر والدورزال، فده هيبتدي يعمل deformity characteristic كده في الالنر نيرف هنتفرج عليها. خلي بالك اول حاجة above the elbow هيبقى عندك طبعا في نص الكاربي النارز باراليسس في الفليكسور الكاربي النارز ونص الفليكسور ديجيتورم بروفاندس الميديال هاف، باراليسس طبعا الهاند ماسلز الانتر اوسياي والادكتور بوليشز والميديال تو لامبريكلز، زائد السنس ده الموتور افكشن السنسوري البالمر والدورزال سيرفيس طبعا لان البالمر كوتينيوس نيرف والدورزال كوتينيوس نيرف اوف ذا النر نيرف خلاص بقى فيهم مشكله، فانت بقى عندك دلوقتي في مشكله في الميديال وال اند هاف فينجرز، وعندك مشكله طبعا ميديال وال اند هاف فينجرز ايه الاثنين دورزال اسبكت وبالمر اسبكت، وعندك كمان الميديال 1/3 اوف ذا هاند خلاص الالنر كله اتضرب، فبالتالي كل ما هو تحت الليجن افكتد. خدين بالنا؟ طيب لو الليجن حاصل بس فوق الريست، فوق الريست في الحاله دي هيبقى عندك العضلات بتاعه الهاند هي اللي افكتد مع السنسوري لوس، لكن اللي هي الفليكسور كاربي النيرز انتكت والنص الفليكسور ديجيتورم بروفاندس، لكن كل اللي هيحصل له المشكله بتاعت عضلات الهاند هي اللي هيبقى فيها باراليسيس، يبقى الانتر اوسياي والميديال تو لامبريكلز الادكتور بوليشز والبالمر والدورزال اسبكت بتاعت الهاند معاهم طبعا الايه الميديال 1 اند هاف فينجرز بالمر اند دورزال سيرفيس. الشكل ده بيعمل حاجه مميزه جدا بيسموها كلو هاند. ايه بقى موضوع الكلو هاند ده؟ خلي بالك كده ده شكل الكلو هاند اللي هي الايد المخلبيه، يعني انا بسالك بقى الكلو هاند خلاص ده النر نيرف انجري او النر نيرف ليجن، ايه اللي حاصل؟ هو الطبيعي ان اللامبريكلز والانتر اوسياي ماسل بوت ذا هاند ان رايتنج بوزيشن، والرايتنج بوزيشن ان حضرتك تعمل كده فليكشن في الميتاكاربو فالانجيال واكستنشن في الانتر فالانجيال جوينت. جيت حضرتك العضلات دي النيرف بتاعها باظ، فالعضلات دي خلاص حصل فيها باراليسيس، فبالتالي هيحصل العكس الميتاكاربو فالانجيال جوينت هيحصل فيه فليكشن خلاص كده، وهيحصل نوع من عكس بالظبط الطبيعي اللي كان بيحصل، انت كنت عامل فليكشن في الميتاكاربو فالانجيال خلاص كده واكستنشن في الانتر فالانجيال، اعكس بقى يحصل اكستنشن في الميتاكاربو فالانجيال جوينت وفليكشن في الانتر فالانجيال جوينت بالنسبه للميديال تو فينجرز، فالشكل ده بنسميه كلو هاند او اليد المخلبيه خلاص كده، فدي حاجه مميزه للالنر نيرف. تاني الصوره دي عشان خاطر ما ننساش الشكل ده ابدا، ده الكلو هاند الموضوع معكوس، ادي حاصل اكستنشن في الميتاكاربو فالانجيال وفليكشن في الانتر فالانجيال جوينت نتيجه الافكشن بتاع الماسل اوف ذا هاند اللي هي سبلايد باي ذا النر نيرف، يعني البالمر والدورزال الانتر اوسياي والميديال تو
لامبريكلز طبعا بيبقى فيه هنا اتروفي في مجموعة العضلات دي اللي هي مين الهايبوثينر ماسلز. تمام كده؟